قاد الهدي بولاويدات شبيبة القبائل إلى تحقيق فوز مهم وبشق الأنفس أمام سريع غليزان بهدف دون رد لتبتعد الشبيبة مؤقتا عن منطقة الخطر. فوز رفع من خلاله الكناري رصيدهم إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد السريع عند النقطة 29 في الصف الرابع عشر. استقبلونا باستقبال عنف، أنا الطابلو متاعي خانوه، دو بالون خانوهمنا، كالكوز ايكيبمون زادا خانوهمنا، دي جوار ضربوهم، فهمتني؟ معناها احنا ما نستحقوش نوصلوا للاشياء هذم. الجي اس كاليوم تستحق معناها الربح نتاعها لانهم كانوا اكثر منا حراره. راهم سي ديفيسي باش يربحوا في استادهم، غادي يخرجوا مديه، باينه غادي يمدوا لهم مديه. غير حنايا غير حنايا يقولوا لنا قالوا لنا موان سي بوان، غير حنا محقورين ما كاش اللي يهضر علينا، بصح كاين معنا ربي حنا. ابار les supporters qui ont fait un peu de pression sur eux, il n'y a aucun qui les a frappés, aucune personne là. Ana, j'ai même pas vu parce que كنت انا داخل les vestiaires. Voilà ce qui s'est passé à Tizi Ouzou. Pas plus. اليوم كيما نقولوا انا با لو دروا ليرور، يعني ما عندناش خيار واحد اخر غير الفوز. الحمد لله يا ربي لي جوار كانوا كيما نقولوا كانوا كونسيون بالسيتياسيون هذه. ودخلنا كامل يد في اليد، ما معاونونا كيما نقولوا، وقفوا معنا الرجال ولي سيبورتر تاعنا.